أحيا وأموت عالبصرة، أحيا وأموت عالبصرة، خلت بقلبي حسرة، أحيا وأموت عالبصرة، حلوة البصرة. البصرة بيها الزوبر، بيها النخل، بيها الخير، النصر بيها الزبير، بيها النخل، بيها الخير، غنى وطرب إلها الطير، غنى ورقص بيها الطير، محلى جمال البصرة، عين البصرة، أحيا وموت عالبصرة، أحيا وموت عالبصرة، خلت بقلبي حسرة، أحيا وموت عالبصرة، حلوة البصرة. جميل جميل جميل. أحبتي المشاهدين الكرام أينما كنتم، أسعد الله مساءكم بكل خير، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ضيف سامراء. ضيفنا اليوم هو الباحث الموسيقي والفنان العراقي البصري أستاذ إبراهيم السالم. أستاذ إبراهيم مرحبا بك. مرحبا بك وحياك الله وبياك أستاذ مقداد، وأتشرف بهذه الفضائية، وشكرا على حسن الاستقبال والضيافة، حياك الله. حياك الله في ضيف سامراء. أنت ضيف على سامراء أم ابن العراق كله؟ الله يحييك وتسلم يعني، وأتمنى أن أكون ضيف خفيف عليكم، وأن يكون هي البداية جميلة. نعم. أحيا وموت على البصرة. نعم. أكو بقلبك حسرة على البصرة؟ لا أكيد، يعني البصرة يعني هي مرتع الطفولة والشباب والدراسة وكل شيء، يعني البصرة لا تعوض، البصرة تاريخ، ثقافة، علم، أنتجت علماء، شعراء، مثقفين لا يسع المجال أن نحصيهم أو نذكر أسماءهم، ربما نذكر 100 وننسى 200، يعني هاي البصرة عزيزة علينا أكيد. جميل. العود مالتك مكتوب عليه منصور؟ نعم، محمود منصور وأولاده، هذول في مدخل الزبير، يعني أول ما تدخل إلى الزبير هذا المحل مالتهم، سويت هذا بال أعتقد 76 كان منصور الله يرحمه هو اللي سوى لي يعني صناعة تفصال خاص، وهذا تعرف يعني هو العواد مالته منتشرة بالعالم وليس بال يعني بالعراق أو بالخليج العربي. أنت باقي من 76 إلى الآن عمر يعني محتفظ به هذا العود؟ هذا عزيز علي، نعم محتفظ به. عزيز ليش؟ يعني بي ذكريات، ويعني ما أعرف يعني هو ابني، يعني ابني الأول. ها أنت كم ولد عندك الله يخليك؟ أنا عندي ابني ولد، قراء وطل. قراء وطل. نعم. جميلة الأسماء، حتى اختيار الأسماء أسماء فنانين. إيه. نعم. جميل. بالبداية أرد سيرة إبراهيم السالم، مواليد وين؟ 49. وين تحديدا؟ بالمشراق. ها بالمشراق. نعم. احنا نسميه المشراق أهل البصرة. أي المشراق. نعم. 49. نعم. ابتدائيتك وين خلصتها؟ بداية حياتك سولف لي. والله هي حياتنا يعني الابتدائية هي بالمبرة، كانت مبرة البهجة، كانت هذه يعني أنا دائما أتحدث عنها، مدرسة نموذجية لا يوجد مثلها، ولم تستطيع الآن أي حكومة أن تجد هكذا مبرة للأيتام، يعني فتشي مرتب وعلمي وكل الأمور كانت متوفرة بيها. نعم. تعلمنا بيها الموسيقى وتعلمنا بيها الأدب وتعلمنا، كانت الضم أساتذة كبار في كل شيء يعني. نعم. وكملت دراستك إلى الثانوية؟ يعني الحمد لله كملنا. جميل. أنت أساسا من المشراق أم من؟ أي هو إحنا شوف إحنا أصلنا من حمدان.
حمدان حدر نعم بو بلم. حمدان حدر بو بلم و... على قوة فاتسا. نعم والدي كان إمام خطيب بمنطقة اسمها كوت الصلحي. نعم حمدان نعم. بعدين انتقلنا للمشرق المشرق. نعم. فكان والدي هو إمام خطيب جامع الكواز. جامع الكواز بالمشرق معروف يعني. معروف إلى الآن. عمره أكثر من 1000 سنة يعني تاريخي. فبنوا العباسيين وبقوا بيت باش أعيان يسموهم باش أعيان اللي هو يعني رئيس مجلس الأعيان. نعم. كانوا هم فهذا الجامع كان لهم. فكان والدي من علماء البصرة يعني معروف. تعلمنا منه القرآن وحفظناه وتعلمنا أصول ال... أنت تحفظ القرآن الكريم كامل؟ نعم. أي سنة حفظته؟ والله من أنا طفل يعني هو على حياة والدي ومارست يعني لحد السنة يعني لحد عمري يمكن 15-16 سنة كان ملا عبد القادر واصل وياي الله يرحمه فحفظنا يعني الحمد لله في المشراق. أي بالمشراق. جميل. تحن أكثر شيء بطفولتك لوين؟ والله هو الحنين لكل البقعة أنت عشت بيها أكثر شيء. أصدقائك أكيد محلتك يعني أكيد تحن لها أكثر شيء. نعم والحنين فد يعني شعور مشروع عند كل إنسان. الإنسان الطيب المؤدب الخلوق المثقف أكيد إلى وفاء لما ترك من تاريخ ولما ترك من أصدقاء وعادات وتقاليد وطبائع طبعنا بيها يعني أكيد هذه. جميل. أي سنة تركت البصرة؟ تركتها بالستة وخمسة وثمانين. خمسة وثمانين يعني كم. نعم. كان عمرك؟ يعني 35 سنة. كنت متزوج ولا بعدك؟ لا بعدني ما متزوج. ها. تركت البصرة لي. نعم. لي بسبب ظروف الحرب في والله هو سبب ظروف الحرب. وبعدين أنا كنت بالنفط وصار عندي انفصال بالشبكية وراحت عيوني. يعني أنت بداية أي. حياتك كانت طبيعي. إيه نعم. وكانت البصرة بعد تعرف القصف على المنازل حرب المدن يسموها. نعم. فما كان بها يعني مصدر عيش قوي وأنا تعرف فنان وبغداد هي الأوسع والأكبر يعني اللي تحتضن الفنانين. فأجيت للبغداد سنة سكننا خمسة نهاية 85. نعم. سكننا بالبكرات مريم. نعم. وافتتح بيت المقام العراقي ببقتها والتحقت به في 86. لا بال نهاية 88. نعم. أو بداية 88 تقريبا. نعم. فكنت أنا يعني أنا عندي مواهب الحمد لله شاعر وملحن و عندي دراية بالمقام العراقي وعازف. فالتحقنا بالبيت المقام العراقي وبدينا نشتغل على المقام وهو تراث العراق. جميل يعني. أنت يعني الآن أنت قلت لي شاعر وملحن، الأقرب إليك الشعر أم التلحين؟ لا هما صنوان لا يختلفان يعني. أنت من تكون ملحن يجب أن تكون شاعر وهاي اللي يجب يمكن يعترضون عليها الكثير. إذا لم تكن شاعر ما تقدر تبدع بال على الأقل تكون عندك ملكة أو عندك اطلاع واسع على الشعر لأنه هو يعطيك الموسيقى. فالشعر شيء ضروري يعني تعلمناه وقدرنا نكتب. شعرك جسدته في ماذا أكثر شيء؟ والله يعني حسب ما يعني حسب ما يملي عليك الشعر يعني مرات عاطفي مرات غزلي مرات وطني هكذا. ها. جميل جدا. نعم. بالألحان كتبت يعني أحد من الأغاني المعروفة؟ والله أنا كنت يعني البيت المقام العراقي طلاب المقام طلاب بيت المقام العراقي كتبنا لهم وسجلنا لهم بالتلفزيون وسوينا مهرجانات بوقتها فكانت ناجحة الحمد لله يعني. متى تعلمت المقام العراقي تحديدا؟ والله من الصغر يعني كنا نقرأ القرآن بالمقامات. نعم. بعدين البصرة بيها يعني تعرف بيها المقامات وبيها الخشابة وبيها الأشكال الفنون. نعم. جميل. لكن الخشابة البصرية هل هي يعني ترجع إلى صنف من صنوف المقامات؟ هي مبنية على المقامات. كيف؟ لأنه هي فصول ليها. هي فصول. أي. الخشابة بها يعني 20 شخص أكثر شيء تتألف من 20 شخص. الرئيس
اللي هو يعني بالشعب يسمونه الكاسور. اي هذا سعد اليابس نوجه نعم تحيه. اي يعني تحيه الى سعد اليابس، الى ابو حسام. إيه؟ كثير يعني هو مريض الان يعني. إيه؟ الرجل كثير من يعني من الفرق البصريه يعني من الفاو الى شمال البصره الى الزبير، يعني الزبير معروفه مثل فرقه ابو العوف. اي فرقه ربيع بحمدان، فرقه ربيع يمكن يسمونه ربيع العبد كان. نعم نعم هذا. ايه؟ هو واخوه. ايه؟ عندهم اقوى فرقه من الخشابه، يعني هم هذول المعروفين. فبدت طبعا هذا الجيل السابق، الجيل الحالي اللي هو سعد اليابس صار. هو سعد اليابس لانه دخلت بها الموسيقى. اي يعني بالبدايه يعني الخشابه هي بدت بمنطقه يسموها نهر خوز. نعم. نهر خوز يعني كانت هي مرفأ للسفن. فكانوا من يستراحون يظلون يصفقون ويضربون على الخشب فسموهم الخشابة. فبدت على المقامات العراقية فصول، يعني يبدأ الفصل الأول مثلا يقرأ حكيمي، الفصل الثاني يقرأ بيرزاوي هالشكل. يعني تعدد لي الفصول. الحكيمي اللي هو من السيقا. نعم بيرزاوي البيات. البيات نعم. الشرقي راست من الرست. الرست. فكل فصل يعني ياخذ أول مرة أغنية من نفس المقام، بعدين يبدي المقام، والمقام إلى ضرب خاص بالإيقاع ويبدي التكسير بي. ثم تبدي الأغنية، بنص الأغنية تصير ليالي يسموها من نفس المقام وتخلص تنتهي، وهكذا هي الفصول. أنت الخشابة قريبة إلى قلبك أم ممكن مقامات أخرى قريبة إلى قلبك؟ والله هي الخشابة تراث يعني تعتبر. نسمع خشابة بس لازم كاسور نجيب منه. لازم نجيب كاسور. اي اقصد لا مو هم شوف الخشابة شنو عندهم، عندهم ايقاع. اي هذا الايقاع يعتمدون عليه، احنا نجسده بالعود. نعم. اي نقدر نجسده بالعود. نعم. بس انا مو خاف تجيني البصراوية لازم اصفق. هو ها الصفقة طبعا هذه الصفقة فتشي يعني وكأنما هم دارسين بأرقى الأكاديميات، يعني الصفقة يشتركون بها أربعة. هسه نطبق لك إياها بعدين. مثلاً هذا الإيقاع، هذا مال ترن ترن، هذا إيقاع معروف. شوف أي. هذه كنموذج من إيقاع الخشابة، ويبدي المقام مالته هكذا، بعدين تبدي الأغنية يأخذون بها يعني هذا يسموه هذا الإيقاع، إيقاع الخشابة هذا. هذا هكذا يعني بالزبير ياخذون هذا. ليش يختلف يعني؟ هم حسب يعني حسب امكانياتهم الفنيه، يعني انت تعرف الزبير شخصيتهم تختلف عن شخصيه ابو الخصيب. فتاثروا بهم اهل الكويت، انتقلت الخشابة للكويت، بعدين تأثروا أهل البحرين هكذا. إذن أساس الخشابة هم البصرة. البصرة. فهم العجيب هنا إحنا تعرف إعلامنا، يعني إعلامنا ضعيف جدا، فراحت الكويتيين هم اللي طوروا الشغلة، يعني مثل الصوت الكويتي يقولون الصوت الكويتي والصوت اليماني هو أصل الصوت عراقي، فاعتداء على الثقافة العراقية موجود يعني من 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 قبل، خص الفن. فهاي الخشابة بدت، بعدين دخل بها أول مرة بس الدنابك، الدمبك سموه دمبك لأنه دمبك أو دمتك. بعد المرحلة الثانية دخل العود، أول آلة دخلت هي العود، بعدين دخل الناي والكمان. ايش قصر لك تشتغل على العود؟ انا صار والله فتره طويله.
يعني احنا تعلمنا، انا تعلمت الموسيقى بالابتدائيه، كان عندنا ياسين الراوي الله يرحمه، نعم، يدرسنا الملحن، الملحن معروف، نعم، يعني. وسلوم كان هذا سلوم اللي يطلع ويعوض دوخي ويا الاصوات العراقيه اللي عفوا الكويتيه اللي محمد زويد وحمد خليفه وعوض دوخي، فيطلع وياهم يعزف كمان، هذا هم كذلك يجينا بالموسيقى. جميل. تؤمن اكو اصوات نسائيه جميله؟ وين يعني؟ في البصرة كانت؟ بالبصرة؟ اي والله قليلة. كنا نسمع فرقة أم علي وماريانو. اي هذول فرقة أم علي وفرقة سليمة الداقوقة، فرقة زكية، يحفظون الأغاني البسيطة، الأغاني الشعبية، أغاني رضا علي عباس جميل، سليمة مراد، أغاني كويتية، يلملمون يعني ويشتغلون على الدفوف، فيسوون حفلات للنساء. نعم فقط. جميل جدا. أقرب المقامات إلى قلبك؟ والله يعني مو شرط، لأن هي الموسيقى يعني حسب الأداء، حسب صناعتها، يعني هي اللي تأثر بالإنسان. أما المقامات، هي المقامات قوالب جامدة، اللي يحركها هو يحرك روحك، يحرك ذاتك، يحركك كإنسان، ينقلك إلى عالم آخر. دائما تدندن انت بالبيت بشنو؟ اي مقام؟ والله مو شرط، قلت لك يعني ما مقاماتك يعني حسب صناعتها، حسب صياغتها، هي اللي يعني هي اللي تاثر عليك. جميل. بغداد، انتقالك الى بغداد اضاف لك شيء؟ اكيد. كيف؟ نعم، يعني المقام العراقي شفته انا غير شكل من جهه بغداد، يختلف عن البصره. نعم. يعني يختلف كليا. اي و تقينا بعد احنا استاذ حامد السعدي، نعم، اللي هو يعني مطرب مقامات كبير، فكنا انا وياه ندرب الطلبه، انا بالعود وهو بصوته، وندرب، ويعني سوينا شغل بوقتها، يعني سجلنا التلفزيون بغداد اللي كان هو تلفزيون واحد، نعم، بس مهرجانات اغلبها كنا نشارك بيها، وخرجنا طلاب، يعني عندنا الآن عندنا سيد طه غريب، يعني مطرب معروف دوليا من الشباب اللي خرجناها، عندنا ناظم شكر، عندنا حميد العزاوي الآن بأمريكا، عندنا يعني طلاب قدروا يستوعبون ما نقدمه لهم. جميل. أنتوا تختبرون الصوت الآن، أنا بين يدي طبعا كتاب سنة الأصوات في تلاوة القرآن، وهو إهداء من الفنان الأستاذ إبراهيم السالم. طبعا أنا أشكرك على هذا الإهداء أستاذ إبراهيم. عفوا. لكن المقدمة كانت هي مقدمة شعوب إبراهيم، العازف الكبير، طبعا عازف الجوز الكبير. نعم، لا، ابن شعوبي دكتور هيثم. ها، دكتور هيثم شعوبي ايضا اشترافينا في. نعم. هذا البرنامج. أو دكتور هيثم من. نعم. الباحثين الموسيقيين الكبار. نعم، هو الان استاذ ايضا. نعم، استاذ كبير. نعم. انت هنا تحدثت يعني اعتقد هنا شكر وتقدير الكثير، لكن انت كان لك خبره في الاصوات العراقيه، بماذا تختلف المدرسة الإقرائية العراقية عن المدارس الأخرى؟ المدرسة العراقية الحديث عنها يطول ويطول. احنا نتحدث باختصار. نعم. وإذا ما كنت نخليه عن حلقة جاية. نعم. المدرسة العراقية بدأت بالعصر العباسي، عندما كانت كل العواصم صامتة مظلمة، ليس هناك سوى بغداد، فيقول ياقوت الحموي، يقول لم يدخل مسمعي قط كالصوت الذي دخله في بغداد يوم العيد من جامع الخليفة. الله الله. أي فتعرف كان ابن سريج وابن جامع والإبراهيمين الموصليين، وكان زرياب، وكان فكانت الموسيقى يعني خذت دور كبير. هو يقصد بهذا يمكن مقام الخلوتي أو الماهوري احنا نسميه. لا، الخلوتي هو نفسه، الخلوتي هذا حتى يعني قيل
أنه من أقدم المقامات، لأنها كانت الموسيقى هي مستقيمة، يعني تأخذ مقام العجم فقط. فكان مقام الخلوتي بالخلوات يقروا بالأديرة، الكلدانيين يقولون أنه هذا إنه وعمره يعني يتعدى الألف سنة، فكانوا يقروا بالأديرة. أجل انتقل إلى بغداد إلى أصوات الصوفية اللي كانوا يختلون بالجبال يتعبدون، فكانت أصواتهم تنطلق، ولذلك هو سموه ماهور، لأنه الوتر الخامس بالعود اسمه ماهور لأنه عالي، فأصواتهم كانت عالية وتصدح بهذا المقام. يعني من أجا الفارابي قلب الموسيقى، يعني قدر يطلع غير مقام العجم اللي يسمونه ماينر باللغة العالمية بالموسيقى. نعم. فطلع النهاوند والحجاز والكرد، استخدمت هذه المقامات. أجا منصور زلزلة أو منصور زلزل بالعصر العباسي الأول، فقال أكو شيء ناقص، يعني طابق ويا الأصوات البشرية، الأصوات البشرية تطلع شيء ما موجود بالموسيقى. فبحث طلع لنا الثلاثة أرباع الدرجة، وهناك من يقول هي ربع الدرجة، اثنين هم صحيحات المصطلحين يعني. فقدر يطلع البيات والسيقاء والصبا وغيرها من المقامات الأخرى. الموسيقى هي أصلها ديني وليس دنيوي، يعني هي كانت تستخدم من أول ما اكتشف الإنسان صوته، كان يعني بالمعابد اللي صنعها الإنسان لما كان يعني تفرض عليه مخيلته أنه العبادة يجب أن تكون هكذا، فكان صاحب الصوت الجميل مقدس عندهم. نعم. ليش؟ لأنه يعتبرون أنه هو مدعوم من قوة خارجية هذا، فيجيبوه يخلوه ينادي، ينادي للصلاة، ينادي للحرب، ينادي للطعام، ينادي للملك بصوته. فبدت هي انتشرت يعني بالمعابد الموسيقى. فهذا الحكي طويل طبعا، نرجع للعصر العباسي. نعم. بدأت تلاوة القرآن الكريم والأذان والتمجيد اللي الآن انقطع للأسف، يعني يوم الجمعة كان يصعد المؤذن على المنارة بالجامع، والمنائر مشتهرة ومنتشرة ببغداد، فكان يقرأ بالأشعار الصوفية قبل الأذان، يسمونه تذكير ويسمونه تمجيد هكذا. فبعدين يعني تلاوة القرآن الكريم، والقرآن الكريم هو الكتاب المقدس الوحيد الذي يتقبل الموسيقى لما يحمله من موسيقى داخلية وترتيب في الآيات، نسق وسجع وحبكة في الفواصل الموسيقية اللي نقصد بها احنا نسميها نهاية الآية. فبدت يعني الحركة الإقرائية منها، طورت التلاوة العراقية. تعرف بغداد من إيران، من مصر، من تركيا، من الروم، من كل مكان كانوا يجوا لها، فيسمعون هذا الشيء نقلوه إلى بلدانهم، فانتشرت التلاوة العراقية. لكن هنا تحتاج إلى حنجرة، حناجر أهل العراق، الله سبحانه وتعالى منحهم حناجر خاصة تستطيع أن تؤدي هكذا نمط من الغناء. إلى أن أجا الملا عثمان الموصلي، المولود سنة 1855 إلى 1923 توفى، فهذا عبقري، قدر يألف موسيقى ويألف يلحن أناشيد ويألف المناقب النبوية، يصفتها على شكل فصول، وأبدع في تلاوة القرآن الكريم.
ونقلها إلى تركيا بالإستانة، والإستانة نطوا أموال طائلة أن يبقى عندهم يعلمهم، ما بقى. ثم أتى وذهب إلى حلب، وحلب كانت مصدر إشعاع في تلك الفترة، كانت الطريقة المولوية في حلب اللي تحمل معالم غنائية دينية، وعلمهم كيفية أصول الغناء، وعلمهم القدود الحلبية اللي الآن صباح فخري مثلاً نسمعها، من يغني رست يغني كله رست، يعني يقضي لك ساعة رست. نعم، يعني القدود الحلبية أصلها أيضاً عراقية، معناها عراقية. القدود هي جمع قد، القد هي القطعة. نعم، يعني القطع الحلبية. فكان علي محمود وسيد درويش يرحون يجون الحلب، سمعوا ملا عثمان الموصلي، دعوا إلى مصر، تأثروا به. طبعا بالمناسبة علي محمود هو موسيقي وأحسن قارئ قرآن في مصر، لكن مصر كانت تقرأ بطريقة الترتيل. فلما هذا موسيقي وملا عثمان موسيقي قدر يتفاهم وياه، كذلك سيد درويش. سيد درويش انتقل من الأذان للغناء، سمونا شيخ سيد درويش، بس بقى أبو العلا شيخ أبو العلا، وبقى شيخ علي محمود. نقلوا الملا عثمان، جابوه إلى مصر. منو تعلق به؟ تعلق به محمد رفعت. نعم، محمد رفعت صوته مقارب إلى صوت ملا عثمان، فبقوا بجامع الأحمدي، بقى 3 سنوات 4 سنوات هم يدرس التلاوات القرآنية، للقراءات القرآنية ويدرسها. فمنا بدأت التلاوة المصرية. يعني أيضا نقدر نقول حتى التلاوة عراقية. المصرية عراقية. عراقية، نعم. إذا هذا تصريح خطير أن التلاوة التلاوة المصرية أصلها عراقية. عراقية، لأنه القدود الحلبية أصلها عراقي. لهذا أكو نقطة مهمة، أنه يقول العراقي يقدر يقرب كل هذا، لكن المقامات أو نعم، كل اللي يقدر مقام. تركي يقدر، مصري يقدر، كذا. بالمقابل هم ما يقدرون يقرب. لا، القراءة يعني العراقية تقليدها صعب. نعم، ما يقدر. عندك مصطفى إسماعيل عنده محاولات، يعني من سمع التلاوة العراقية. هم طبعا يعني كيف قدروا المصريين يتنقلون بالمقامات؟ بالمؤتمر الموسيقي الأول، يعني هم قبل المؤتمر الموسيقي الأول سنة 32 اللي انعقد بالقاهرة، كانت حتى ألحانهم يسموها تقاطيق. يعني مثلا أغنية جد تطول 5 دقائق 10 دقائق، إيقاع واحد ومقام واحد. يعني يلحن الشيخ أبو العلا أفديه إن حفظ الهوى أو ضيعا، بيات كلها بيات. يلحن سياقا كلها سياقا. لكن بالمؤتمر الموسيقي اللي راح به محمد القبنشي اللي هو مطرب العراق الأول، نعم، قرأ لهم البهرزاوي، سوى بي حجاز وسوى بي كرد وسوى بي، فانتبهوا لهاي المسألة. اجتمعوا ويا أم كلثوم، اجتمعوا ويا عبد الوهاب، ويا أحمد شوقي، بدأوا يفكرون بكيفية الانتقالات بالمقام الواحد. جميل. إذن يعني هذه نقطة مهمة. خليني أنتقل إلى فاصل وبعدين نرجع نكمل أنا وياك مثل هذا الحديث الجميل الشيق. نعم. إذن أحبتي الكرام، مستمرين معكم في ضيف سامر مع الفنان العراقي إبراهيم السالم بعد الفاصل. نسيم بغداد للأرواح يحييها، وللعيون دواء في لاقيها.
وجفت على الكرخ روحي وهي عاشقة وفي الرصافة قد نالت أمانيها الشمس وهدت لها دفا وأغنية والبدر في زهوه يحيي لياليها يا ليلة فرح وعياد يا أحلى ليلة تزهي أرض بغداد صورة جميلة يا دار هنا يا أحلى جنة دجلة بأمل وبخير يروي نخيلة دجلة بأمل وبخير يروي نخيلة من الكرخة ما تعنيت لأهل الرصافة عدهم حبيب الروح تسحر رصافة رايد وصالة آية جمالة خد ورد ويفوح عينك حيلة خد ورد ويفوح عينك حيلة تعلمنا من بغداد طيبة وفانة وحبها يظل بروح أغلى أمانة العين ما نافي بالدين حبنا الأرض بغداد ماكو مثيلة حبنا الأرض بغداد ماكو مثيلة جميل جميل جدا جميل. انت بديت بالخنبات نعم لكن البستة شنو هي هم خنبات ها ليش سموه خنبات خنبات يقول هو بيات وخان البيات لا 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 الرجل الطويل الفضفاض نعم هو البضل. هو فرع من النهاويد يمكن والله شوف هو انا برايي يعني وهذه حكيها حتى ماكو بالموسيقى فرع واصل ماكو منين اجتنا هذه الفرع والاصل اهل المقام بعيدين كل البعد عن العلم الموسيقي يعني ما عدنا احنا لحد الان نفتقر الى قارئ مقام موسيقي لحد الان يعني هسه احنا عدنا قلت لك عدنا سيد طه غريب اللي عازف جوزه وقارئ مقام جيد عدنا صباح هاشم عازف سنطور ويقرا مقام عندنا ذولا يعني هاي جيل الشباب اللي دخلوا بالكلية وكنا نحثهم احنا على دراسة الموسيقى فوارثين انه هذا اصل وهذا فرع والبيات ب 16 مقام لبهير زاوي من البيات والابراهيمي من بيمنا اي والجبوري يعني رقم مقامات اي هي المقامات العراقية انتشرت بالمناطق يعني انتشرت مثلا أهل الرمادي يقرون مقام أهل الموصل يقرون مقام أهل البصرة كذلك فكل واحد يقرأها على طريقته يعني الآن الصبا في الجنوب يختلف عن في بغداد يختلف عن الغربية لا مو يختلف الأصوات تختلف القفلات مرات تختلف يعني أهل الغربية أصواتهم تكون يعني هاي المناطق لها أثر على الأصوات البشرية
يعني هاي نسميها جغرافية الصوت. نعم. فيفضل المقامات العالية، يعني ما يقرأ لا، من يبدي لك بالجبوري أوه. فمرات هالمقام يسموها مقامات معلقة عالية يعني. أي. فمقامات عالية ومقامات هابطة، مقامات وسط. جميل. أي. احنا خلينا نرجع على القراء او المدرسة الإقرائية. نعم. يعني خلينا نثري هذا الموضوع. الآن القراء العراقيين مثل حافظ خليل إسماعيل الله يرحمه، نعم، سعيد النعيمي، انت عاصرته. نعم. حتى في كتابك هناك شكر لي سيد محمد سعيد النعيمي. نعم الله يرحمه. يعني الله يرحمه. ساعد وياي هواي يعني بقراء الموصل وانطاني معلومات يعني. نعم. عنهم كنت ألتقي به دائما، وكان هو يعني يحضر قلت لك بمركز علوم القرآن. نعم. عنده قفلة مميزة هو دائما. أي. موحدة. نعم. مو بس موحدة. شنو سببها؟ هو هاي الأصوات العالية، هو من الأصوات العالية. نعم. يعني أصوات الإنسان يراد لها موضوع خاص، فأقول يعني الأصوات التينور نسميها، التينر هذه الرفيعة. نعم. تكون الأصوات البشرية، وأقول باص يعني تنقسم التينر إلى قسمين، الرفيع يعني أقل رفعة من عنده، والباص كذلك غليظ وأقل غلظة. فمحمد سعيد النعيمي كان هو وبعض القراء اللي يعني من الغربية تكون دائما أصواتهم من الباص الثاني اللي هو يسمونه باريتون بالعلم، فتكون أكيد قفلاتهم تختلف حتى يكون صوته مناسب للقفلة، القفلة اللي هي الوقوف على المقام. ها جميل. بمن تأثرت أستاذ إبراهيم؟ من القراء؟ يعني قراء المقام أو من الموسيقيين؟ والله القراء يعني محمد القبنشي كنت أسمعه، يعني أنا الأصوات أثرت بي من صوت الوالد. نعم. الله يرحمه. كان جميل؟ كل جميل. تؤمن كان. بنظرية أن الصوت جميل وراثة؟ أي أكيد. أي كروموسومات تنتقل يعني بالقوة بالصوت في كل الأشياء، بالذكاء بس الأصوات يعني هي موهبة من الله. الصوت الموهوب يبقى حتى 80 سنة هو يبقى صوت. أرسطو شو يقول؟ يقول صوت الإنسان سباعي التكوين. كيف؟ كيف من الولادة إلى 7 سنوات يكون صوته ما تعرف البنية من الولد. تمام. لاحظ هذا الشيء. يعني إذا الآن برا القاعة وتسمع صوت ما تعرف، ما تميز، لكن بعد 7 سنوات يصير تحول، تقدر تعرف هذا صوت ذكر أو صوت أنثى. إلى 14 سنة، بال14 سنة يكون مذبذب الصوت، يوصل 21 يستقر. هنا تقدر تنطيل لحن. ليش؟ لأنه صوته مستقر، تقدر تعرف وين وسطه، وين الضعف، وين القوة بصوته. و21 من مضاعفات 7. نعم. إلى 49، من 21 إلى 49 نفس الصوت. يعني حتى أم كلثوم اللي هي أقوى صوت عندها من مضاعفات 7 أيضا. نعم، من مضاعفات 7 إلى 63. 63 حيلو تقاعد بكل شيء. فيبدي يهبط. نعم. الصوت يعني من 49. انت الآن كم عمرك؟ الآن؟ ايه؟ انا عابر 60. يعني طلعت تقاعد او بعد؟ لا طلعت انا اكيد. طيب يعني صوتك قبل كان اجمل من الآن؟ اكيد كان اجمل يعني، بس احنا لابد ان نعطي نموذج لهذا ونعتذر من سوء الاداء يعني. نعم. انت يعني الآن في كل حياتك يعني بين الكبر خلينا نقول، لكن من تمسك آلة العود تحس نفسك لازل تشاب. نعم. صح. هي أنا حسيتك هيك. نعم. الآلة تخليك هي
يعني احنا هسه برنامج يعني ما نقدر نستعرض ننطي الموسيقى الأساسية، يعني ما نستعرض بالعزف. العزف احيانا يعني مثل لاعب الطوبة، شوف اقول لك هذا مو بوضع الطبيعي، حتى لو يوصل يم الجول ما يقول اي فالعزف احيانا انت تمسك العود ما تطلع النغمة اللي هذا، لكنه احيانا لا، وبالاخص عندما يعني تلتقي بناس مثقفين تخاف من عندهم، فلازم تسمعهم شيء يهز مشاعرهم يدخل الى وجدانهم. هكذا يعني. جميل. الموسيقى خطرة. جميل. غيرهم من الأصوات اللي تأثرت بهم غير محمد القبنشي، يعني من قراء المقام والله يعني هو محمد القبنشي أكيد غطى على الكل، يعني تسمع المقام تسمعه بأصوله وبقوته وبرجولته. منو من قراء المقام اللي عاصرتهم أنت؟ كلهم عاصرهم. منو تحديدا؟ ها يعني مثلا حامد السعدي، حسين العظمي، كلهم أغلبهم. نعم. قراء القرآن كذلك يعني أغلبهم معاصرهم يعني. الحافظ يعني. خليل شنو كان كنو رأيك في صوته كان؟ في الحافظ خليل. الحافظ خليل. نعم. يعني الصوت هو يعني شدة وعقل، لأنه حينما لا يرتبط الصوت بالعقل لا ينتج أبدا موسيقى واضحة. خليل إسماعيل يحمل عقلية فنية، لهذا نجد ممكن في الآية الواحدة يأخذ ثلاث مقامات. ليأخذ ليش؟ لأنه درس المقامات ودرس، يعني يقول أنا أروح للإذاعة أقعد يا مهل الريف. نعم. كان بالإذاعة يعني قسم للريف وقسم للكردية وقسم هكذا، فالريف عندهم يأخذون يسوون بروفات يسجلون، يقول أسمع من عندهم وأحفظ أدندن، لما ما أحفظ النكهة الريفية وأحفظ الطور الريفي يلا أرتاح. ولذلك هو نقل التلاوة العراقية، كانت التلاوة البغدادية يسموها. نعم. بس من إجا خليل إسماعيل صارت التلاوة العراقية. ليش؟ لأنه قرأ السويحلي، قرأ المقام العراقي، وقرأ الصبية، قرأ الحياوي، فهذه نطته مساحة واسعة لحب الناس إليه. ولذلك تشوف بالكربلاء، بالنجف، بالناصرية، بالبصرة، بالموصل، كلهم يقلدون خليل إسماعيل. السويحلي من يعني من الحجاز؟ نعم، من الحجاز. هم كل منطقة مختصة بفن، يعني الغربية لها يعني لها أنغامها أطوارها، الموصل كذلك، البصرة كذلك، الفرات الأوسط، كل هذه يعني كل منطقة وإلها خاصية بالغناء وبالموسيقى. نعم. جميل. الباقي المقامات اللي ذكرتهن يعني هي يعني مثلا السويحلي هو ما يقرأ به القرآن، لكن حافظ خليل قرأ به. قرأ نعم. قرأ حتى وليد مثلا وليد الفلوجي هم قرأ بالسويحلي. اللي هو نفسه الحجاز الحسيني. نفسه الحسيني هو واحد، الحجاز واحد. ها يختلف. الحسيني نعم يختلف. جميل جميل. يعني أنت ذكرت لي أن بغداد أضافت إليك شيء. نعم. شيء كثير يعني. شيء كثير. يعني هذه المعلومات أنت من كنت في البصرة أم من رحت لبغداد؟ لا أنا يعني من كنت صغير أسمع، يعني أراقب أسمع أصوات الحيوانات، البقر، الدجاج، القطط، الكلاب، شوف يعني كل واحد عنده صوت شكل. أجل أسمع الإنسان، شوف المرأة صوتها شكل، الرجل يختلف، الكبير صوتها يختلف عن الصغير، فأسأل نفسي أقول شنو هاي، يعني الله سبحانه وتعالى شنو وضع، ليش هذه الأصوات؟ جيت للآلات الموسيقية، شوف هاي آلات موسيقية لكنه أصوات الكمان يختلف عن العود، البيانو يختلف عن الأورج، فبديت أبحث بهاي الأمور. يعني أنا صار لي أكثر من 30-40 سنة أبحث، إلى أن توصلت إلى جمعت يعني معلومات، والمصادر كلش شحيحة.
كلش قليلة. يعني هذا الكتاب يلا قدرت تحصل به يمكن 50 مصدر، لأن تقرأ كتاب 800 و900 صفحة يلا طلع لك سطر. أي سنة ألفت هذا الكتاب؟ والله هذا اشتغلت به من 2004 تقريبا ل 2008، 4 سنوات. أي خلصته يعني، والمعلومات كانت عندي يعني. أي فدرست الحنجرة ودرست الأذن ودرست يعني الذبذبات وصوت البشر، صوت الحيوانات، صوت الطبيعة والأصوات الفيزيائية والموسيقى، وقدرت يعني قلت ربما هذا الكتاب يفيد من يقرأه. أقرب الأصوات إلى قلبك دائما أنت تستأنس بيها أي صوت؟ هواي. طبيعة البشر، هو صوت الطبيعة ينطيك شيء وصوت البشر ينطيك شيء. شنطو حيوانات يعني ينطيك، يعني مثلا أنت من تسمع الرعد القوي تشعر بالخوف. نعم. تشعر بحكمة الله سبحانه وتعالى. من تسمع صوت يعني الكلاب بالليل وهي تحرس وتنبح بصوت عالي تشعر باطمئنان، قد ما تسمع صوت القطط يعني تشعر بحنان برقة. هكذا الحيوانات تأثر عليك، يعني تسمع صوت البحار تغوص بأعماقها، وحتى البحار أصواتها طبعا تختلف من بحر إلى بحر. نعم. من تسمع صوت الإنسان وهو يقرأ القرآن تشعر بخشوع إذا كان قارئ جيد كخليل إسماعيل. أقرب قارئ إلى قلبك دائما كنت تسمع له؟ مصطفى إسماعيل. مصطفى إسماعيل. أي أن هذا عند ملكة الله سبحانه وتعالى أنطاها إياه ما أنطاها لأي مخلوق. كيف؟ قراء القرآن. كيف؟ يعني هو يمتاز بنبرات غريبة، بذبذبات بها شدة، بإمكانية انتقالات للمقامات، سيطرة على المقامات، ووضوح وضوح النغمة. أدخل مصطفى إسماعيل ما توجد عند أي قارئ. يعني المدرسة الإقرائية العراقية اليوم تفتقد إلى ماذا؟ إلى مدرسة. كيف؟ يعني المدرسة العراقية بحاجة إلى مدرسين أكفاء يستطيعون أن يعيدونها إلى مجدها ما كانت عليه أيام ولا خليل إسماعيل وأيام عبد الفتاح معروف، ويعني كثير من القراء الذين كانت أصواتهم يعني تأثر بكل من يسمع القرآن الكريم. حتى أن الشيخ الشعشاعي لما أجى فاتحة الملكة عالية سنة 50 واستمع إلى القراء العراقيين، قال أنتوا يعني إذا كان لديكم هكذا قراء فلوش أنتوا دازين علينا. نعم. تأثروا عبد يعني الفتاح الشعشاعي. الشعشاعي نعم. نعم. ولدرجة تأثرهم يعني أثر على نفسيتهم، بحيث لما قرأ أبو العينين الشعيشة القمر ما قدر يقراها بعد مرة ثانية. ليش؟ ما قدر، لأنه يعني حتى أثرت على حنجرته. عبد الباسط أثرت كذلك. من أي ناحية؟ أثرت لأنه وين ما يروح يطلبوها من عنده. ها. أي عبد الباسط كذلك. يعني عبد الباسط تلاوته بالستينات جدا هبطت، ما قدر سبب. يعني يقاوم، لأنه هاي التلاوة اللي قراها ببغداد وكانت كل الملوك والرؤساء وكل شركات التسجيل والذوق العراقي موجود، فخلاه يبدع بصوت عالي وبشدة لا تطاق. فيروح يعني السورية يقول له تعال قرأنا مثل ما قرأت بالعراق هالشكل. لكن مضطر يقرأها، لكن أثرت عليه، أثرت على إمكانياته. والشيخ أبو العينين أصيب بالندبة وراء هذا الصوت، يعني ما يقدر يقرأ مثل ما قرأ في بغداد. جميل. أنا لازم أختم، لكن أنا أوعد الجمهور بحلقة أخرى إن شاء الله.
إذا سمح لنا الفرصة، ما أعرف أنا وقتك كيف أنت؟ أنا أولا أعتذر عن المعلومات لأن أغلبها مقطوعة يعني. نعم. كانت إحنا في الحلقة القادمة نحاول إذا هاي نثري المعلومات إن شاء الله. لازم نتحدث موضوع موضوع يعني ما نعم إحنا لأنه الوقت تعرف أنت، فأنت ما تكفي معك حتى 10 ساعات. الله يخليك، وأنا جدا مسرور وأشكرك على الإضافة مرة ثانية، وأشكر أتمنى لإذاعتكم عفوا الفضائيتكم الازدهار، وأن تتقدم بهكذا مواضيع تثري الثقافة العراقية، وجدا شاكر. شكرا لك، وشكرا لروحك الجميلة وللألحان الجميلة أيضا كجمال روحك. احنا راح نختم ونسمع منك شيء قبلها، انت شو تحب تسمعنا؟ نعم. موضوع يمك. اذا احبتي الكرام، أنا سعيد جدا في هذه الحلقة الجميلة من برنامجكم ضيف سامراء مع الفنان والباحث الموسيقي العراقي الأستاذ إبراهيم السالم. نلقاكم في حلقات مقبلة، في أمان الله. سأسري بالظلام إلى حبيبي، ولا أخشى مراقبة رقيبي، أشم روده فأذوب شوقا، ومن ذاك اللماء أطفي لهيبي. ورد ورد أريد أسري الحبيبي، ورد ورد وشما من ورود يا بي يا بي. وردة وردة ياخ، أذوب بعلتي وانحل. وردة وردة إذا ما يمنع وصال علي، من كم سنة مسألت وبحالي ما فكرت، لي وين قلبك صفى، لي وين قلبك صفى، شب ساعك تغيرت. انت هجرتني وانا ما شفيت راحة وهنا، يل شتتت شملنا، يل شتتت شملنا، وبوصلك تعثرت. يا حيف وصفة وألف، مو قلتلي ما نختلف، وين الوعد يا تريف، وين الوعد يا تريف، بعدك أنا تمرمريت، بعدك أنا تعذبيت. جميل جميل، شكرا استاذ ابراهيم، شكرا جزيلا، شكرا لك. الله يحييك، شكرا.